فريق قوي بحجم النادي الاهلي من جماهيريه، فلما بتاخد الكاس من الاهلي دي صعبه جدا، محتاجه شغل. وكان معاك للامانه فريق محترم جدا، ومنظومه طلائع الجيش منظومه منضبطه. مشيت ليه؟ والكواليس بقى ازاي خدت بطوله الكاس من النادي الاهلي؟ يمكن الحمد لله والشكر لله، يمكن انا قضيت مع طلائع الجيش موسمين كانوا في منتهى الروعه ومنتهى الجمال. انا بشكر كل المسؤولين في نادي طلائع الجيش على مساعدتهم ليا ومساهمتهم معايا في ان احنا قدمنا نادي طلائع الجيش ولاعيبه طلائع الجيش في افضل واحسن صوره. موسمين يمكن لو قعدت اقول لك يا كابتن شادي من اصعب ما يمكن الواحد يشتغل فيهم في ظروف صعبه، لان انا كنت دايما باجي والفرقه محتله يا اما المركز الاخير يا اما المركز اللي قبل الاخير، وبنتعب علشان خاطر نحط الفرقه في المكان المناسب. انما سهل عليا اداره الجيش المحترمه على مجموعه اللعيبه على مجموعه العمل في الطلائع، سهلوا عليا الامور اللي هي الخارجيه اللي هي بعيد عن الملعب، وقدرنا ان احنا نعمل فريق محترم قوي. يمكن لما اسيب فريق حاصل على بطوله السوبر من النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت، وانت والناس تعلم تماما ان بطوله بره الاهلي والزمالك ب 100 بطوله، ب 100 بطوله عشان تاخدها من فرقه بحجم النادي الاهلي، وان انت تسيب كمان ثلاث لعيبه في منتخبنا الوطني كان احمد سمير ومحمد بسام ومهند لاشين، حاجه كبيره جدا لاول مره كانت بتحصل. وان اول فوز في تاريخ نادي طلائع الجيش على النادي الاهلي كان معايا، فاذا يمكن حققت بالارقام نتائج متميزه جدا. انما طبعا دوام الحال بيبقى من المحال يا كابتن شادي، والتغيير سنه الحياه. تركتهم هم فرقه محترمه وكويسه، والحمد لله برضو انا سبت وانا عندي رصيد كبير جدا، وبتمنى لهم التوفيق في كل ما هو قادم، زي ما بتمنى لنفسي التوفيق ان شاء الله في خطوات اللي جايه ان شاء الله. والله هاخد من كلام حضرتك، انت قلت تصريح مهم جدا، ان البطوله مع طلائع الجيش ب 100 بطوله من الاهلي والزمالك، لان بيبقى فيه صعوبات كبيره جدا، امكانيات، في فروق في الامكانيات، اللعيبه، الفروق الفنيه، فده بيفرق فعلا. انا متفق معاك كابتن شادي. يمكن عايز اقول لحضرتك ان كمان البطوله احنا الظروف اللي كنا محيطه بينا فيها قبل ما نلعب المباراه نفسها كانت صعبه. مش من عندنا 8 لعيبه من افضل ما يمكن، العدد اللعيبه ما كانش كافي، ما كناش لسه عملنا استقدامات للعيبه، فكان القوام الاساسي بتاع الفريق ما كانش جاهز وما كانش كامل. ورايحين نلعب النادي الاهلي في كامل جاهزيته وكامل عدده بلاعيبته كلها المحترفه، لان برضو اتحاد الكره ادى الحق ان انت تلعب باللعيبه الجديده بتاعتك. فبالتالي زي ما بقول لحضرتك بطوله كان يمكن اقرب المقربين ما كانش مصدق ان انت تقدر تفوز بيها، والحمد لله قدرنا نفوز بيها، وقدرنا كمان ان انت ما تفوزش بيها يعني بشكل يتقال عليه ان هي صدفه، لا، انت شافوا الناس فيها تعب وشافوا تنظيم وشافوا شكل اداء يعني في حدود الامكانيات ولا اروع. يمكن اشتغلنا كويس قوي قوي قوي، لعبنا 120 دقيقه مع النادي الاهلي، قدرنا نفوز بضربات الجزاء. كل الامور دي ادت انطباع لجماهير الكره في مصر، لا، البطوله راحت لان الناس دي اشتغلت كويس. فالحمد لله ان احنا قدرنا نعمل ده، قدرنا نخلد تاريخنا في وجودنا في الفتره اللي احنا تواجدنا فيها في طلائع الجيش ببطوله هي الوحيده حاليا في نادي طلائع الجيش، وبطوله يمكن مش كل الانديه في مصر عندها بطولات، ومش كل المدربين في مصر اصحاب بطولات. يمكن احنا لو شفنا عدد المدربين اللي عندهم بطولات بره الاهلي والزمالك هتلاقي قليلين جدا يكادوا يكونوا 2 أو 3 مدربين فقط، والحمد لله الواحد بقى واحد منهم. فالحمد لله والشكر لله على اللي اتحقق، والحمد لله والشكر لله على الفترة اللي أنا قضيتها، والحمد لله أن أنت عملت النتائج جيدة جدا والأرقام.